ورحمة الله وبركاته. فرصة طيبة مرة ثانية ألتقي بكم في هذا المنبر العلمي الكبير والرصين، وأتقدم بشكر الكبير للأستاذ الدكتور عبد الباقي. نعم، أستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر عميد الكلية لترحابه وكلمته، وأشكر سلفا الدكتور وسام البكري الذي سيقدم ويتابع ويدير هذه الندوة. السلايدات لو سمحت دكتور. نعم دكتور، دقيقة. ظهر الدكتور عندك؟ نعم، شكرا جزيلا. كما تفضلتم وسمعتم بأنه المحاضرة ستكون عن المراثي الكبرى وأدب الرثاء في وادي الرافدين، وهو موضوع الحقيقة يقع ضمن اختصاصات التاريخ القديم والأدب القديم بشكل عام. نعم، السلايد الآخر لو سمحت. نعم دكتور، اللي بعده هذا نفس الشيء. الحقيقة المحاضرة تنقسم إلى تقريبا إلى 10 أقسام. المقدمة ستكون مقدمة عامة في أدب الحزن والرثاء في وادي الرافدين، ثم سنتناول 8 أنواع من أنواع المراثي في وادي الرافدين مصنفة حسب تصنيف علمي، وثم نختم بعد ذلك ونقارن أو نقول ما هي مؤثرات هذه المراثي وهذا الأدب، أدب المراثي الرافديني، على التوراة، لأن هناك أيضا نوع من الرثاء في بعض أسفار التوراة. نبدأ بالقسم الأول لو سمحت. حقيقة لابد من إلقاء نظرة سريعة على مفردات ومصطلحات الرثاء باللغتين السومرية والأكادية. فعلى سبيل المثال المصطلح الأول هو إر، يعني راح أتناول هذا المصطلح. أين يوجد هذا المصطلح وما معناه؟ الإر معناه الدمع باللغة السومرية، يكون معناه الدمع، ومكون هذا يعني الإي والآر دول مقطعين يعني كتابيين مسماريين، هم معناهم ماء العين، ومعروف أنه ماء العين يدل على الدمع. أما مصطلح إر سيس، هذا أيضا مصطلح سومري، معناه المرثيات، هو اليوم موضوعنا اليوم، أو البكائيات. إرجيد ديدو مرثيات مصاحبة لعزف الناي. أما إرشا هر هوبو معناه الرثاء بشكل عام، أو إرشا بادرو يعني الرثاء أيضا. الرثاء إرسيسكورا رثاء القرباني. لاحظوا كلمة إر تتكرر في كل هذه المصطلحات. المصطلح الآخر هو بكا، من اسمه واضح، هذا اسم أكدي معناه البكاء، نفس اللي موجود المصطلح في اللغة العربية، هو الحقيقة هذا هو جذره أو أساسه الأكدي. البكو هو البكاء أو النواح، البكا أم هو النواح والبكاء، وعادة مع كلمة أم هذه يكون باكو مزمار الراعي. البكيتو هو امرأة النواح، ديمتو بكيتو هو مرثيات وبكائيات. لاحظوا هذه كلها مصطلحات ترد دائما في النصوص الأكدية. أما السراح أو سراحو، من اسمه السراح يعني هو الصراخ، فيقابله في السومرية الحقيقة هو نوع من 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 الرثاء اللي يسمونه البلاغ دي. بلاغ هي آلة موسيقية، فهذا أيضا يعتبر كلمة أو اصطلاح سومري يقابل كلمة صراخ. الإبس أو السيراخو هو المغني، مغني المراثي. والسوسراخو لإقامة الحفلات النواح. عندنا مصطلح أخير لا يستعمل كثيرا ولكنه يأتي في السياق، وهو أوة، وهذا الأوة من اسمه أيضا هو أكد الحقيقة، من اسمه هو
يعني التأوه أو الآية آه وآية ويلي كما لحد الآن موجود في لهجاتنا الشعبية. والحقيقة أنه هو لو نبحث عن جذر الدقيق سنجده يرمز لصراخ الطير، يعني الطير لما، ولهذا جاءت الفكرة من أن صراخ الطيور وخصوصا الغراب وغيرها هو نوع من يعني الشؤم ويدل على الرثاء في هذه الأمور. السلايد الآخر. الآن مقدمة، سنقول هذه المقدمة، راح نأخذ أهم محطات لو سمحت شوي لو تخلي لي السلايدات يعني صورنا إلى الأعلى وتخلي، لأنه ما جاي أشوف شيء على الإطلاق، يعني الجهة اليمنى إذا سمح الدكتور وسام لو يصير ال دقيقة. أي دكتور. أي والله يصير يصير الصور فوق والكلام حتى. أنا أرفعها الآن صارت في الأعلى دكتور. ما صارت عندي أنا لحد الآن نفس الشيء. زين من الأسفل الآن شو ظهر عندك؟ على اليمين طالع على جهة اليمين. اليمين واليسار واضح عندك الآن. اليسار أيضا باللون الأسود، يعني ما عند ما طالع شيء. طيب ظاهر أن الآن أنت الآن مقدمة عامة أدب الحزن والرثاء بالوادي الرافدين واضح يعني. طيب أستمر إن شاء الله ماكو أدب الحزن والرثاء في وادي الرافدين. نعم. طبعا أدب الرثاء الحقيقة أعرق منطقة ظهر فيها في كل العالم هو في وادي الرافدين، لأنه كان الوقت بعيد جدا وقديم، يعني خصوصا المراثي السومرية القديمة الأولى اللي ظهرت مبكرة في أدب وادي الرافدين وهي مراثي ديموزي يعني بشكل خاص وإنانة، ثم ظهرت مراثي المدن بعد ذلك. أيضا هناك الحقيقة شيء واحد من المظاهر المهمة في أدب الرثاء الرافدييني وهو ظهور بيت خاص للرثاء، وهذا الشيء قد يبدو غريب الحقيقة، يعني احنا عندنا مثلا في 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 الأكيتو هناك بيت أكيتو، لكن أن يكون هناك بيت يسمونه إي أكيل اللي هو بيت الرثاء، يعني البيت الذي تحصل فيه المناحات والرثاء في مناسباتها. نعم المعابد فيها، لكن هذا بيت مخصص للرثاء. وهذا البيت الحقيقة مكان يعني يكون مفتوح بشكل خاص بين شهري يعني أيار أو حزيران، ويستمر 9 أيام من بزوغ الشمس إلى وتكون بمجموعة من البكائيات والمراثي وإلى آخره في صلاة بعد الظهر، يعني يبدو أنه تقليد الحقيقة مستمر أو يعني متواصل بقي لزمن طويل. أيضا عندنا آلات موسيقية دائما ترافق الرثاء، عندنا أهم آلة على الإطلاق ما يسمى بالبلك، والبلك هو طبل نقاري وتقدم له القرابين. وحتى أقرب لكم التشبيه وراح أطلع صورتك بعد قليل، البلاك هو اللي يعلق بالرقبة ويعني على شكل هو مستدير ومن الجانبين فيه ويضرب بهذا. إلى وقت قريب جدا أنا كنت ألاحظه في بغداد في بعض المناسبات الدينية هذا الطبل النقاري اللي هو البلاك يعني، وهناك نمط خاص لهذا الطبل أو لهذا وهو الرثاء اللي يسمونه أغاني البلاك. طبعا هناك أغاني مصاحبة، يعني هناك مراثي مصاحبة للناي أيضا. أما الكهنة كل المراثي على الإطلاق يقدمها نوع خاص من الكهنة في وادي الرافدين اللي هم كهنة الرثاء والأحزان، يسموهم كهنة القالة أو القالو، القالة بالسومرية والقالو بالأكدية. نعم سلايد الآخر لو سمح. الآن هناك يعني أحصيت الحقيقة هناك 8 أنواع من المراثي الرافدينية.
النوع الأول يسمى بالمراثي المقدسة. لماذا؟ لأنه مرتبط بالإله فقط، تقدمه الآلهة على شكل قصائد أو نصوص رثاء، وهي مراثي الآلهة والشكل خاص. أما النوع الثاني يسمونه مراثي إرشيما، هي مراثي الشعر والطبول البابلية. والنوع الثالث هو المراثي الطقسية، وهي مراثي العصر البابلي القديم وما بعده، والتي تتلى فيها في مناسبات دينية مثل بداية الشهر القمري، ينشدها كهنة القالة على صوت الطبل وعند إعادة بناء معبد قديم. ثم مراثي المدن، وهذه امتياز حصري لوادي الرافدين، كان يعني يتميز وادي الرافدين بمراثي المدن، من النادر جدا أو يكاد نقول مستحيل في العصور القديمة المبكرة أن نجد هذا النوع من المراثي عند الشعوب الأخرى. والسبب معروف، أن وادي الرافدين كان مثل البركان الهائج من سياسيا وعسكريا، كان دائما تتحطم المدن فيه ويعاد بنائها، وتتحطم ويعاد بنائها، ودائما الشعوب الساكنة في تلك المدن يكتبون رثاءات طويلة لهذه المدن. مثل يعني هذه الأنواع من المراثي ظهرت أو اشتغلت على يعني مدينة كيش ومرد وإيسن ونيبور وأدب وأوروك ولقش وإلى آخره، أريدو وأور كما سنأتي عليها بعد قليل. ثم المناحات الكبرى أو المناحة الكبرى في أكيتو في الخريف، ثم مراثي الملوك مثل رثاء أنكيدو وإيجلقامش وأورنمو، مراثي الأفراد يعني قصيدتان هناك لشاعر سومري يدعى لودنجيرا، كتب أحدهما في رثاء زوجته والأخرى في رثاء أبيه، ومراثي النفس أحيانا أيضا، المراثي الخاصة أن الإنسان يرثي نفسه بسبب المصائب التي تدور عليه. والحقيقة هذا موجود نلقاه في أدب حكمة، بين أدب الحكمة وأدب المراثي. الآن مع المراثي المقدسة، ما هي هذه المراثي المقدسة؟ هي رثاء الآلهة، يعني الآلهة ترثي الآلهة، الآلهة هي التي يعني بين الآلهة. فالحقيقة هذه المراثي تظهر عادة عندما يغيب الإله في العالم الأسفل غياب مؤقت، مثل ديموز على سبيل المثال، أو تموز فيما بعد، أو إنليل في 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 الأكيتو، أو مردوخ، أو آشور في الأكيتو عند الآشوري. هذه المقاطع نسميها بالمراثي المقدسة. نعم، هاي اللي تشوفوهم هذول القالة ونار، يعني العفو كهنة القالة. الآن نصوص المراثي الآلهة، يعني الإحصاء اللي موجود بيهم هم معروف يعني ومحدد لآلهة محددة، ليست كل الآلهة ترثى. عندنا مقاطع لرثاء أدد، هاي كلها آلهة، أدد، مردوخ، إنانا، عشتار، سين، نينورتا، ديموزي وتموز ونفسه، نينكش زيدا وهو إله في العالم الأسفل، إله الطب، دامو، نينازو هذا أبو نينكش زيدا، وهناك مرثية بين رجل وإله، وثانيا رثاء الآلهة الناحبة نسميها، الآلهة التي تنوح وتنحب، وهي ثلاث آلهة أغلب، هي نينسينا إله الطب، وليسن والإله الناحبة إنانا. وهذه صور لبعض هذه الآلهة اللي موجودة في رقم وادي الرافدين، ديموزي وأدد. الآن نبدأ بالمرثية الأولى، وهي مرثية إنانا لديموزي، اللي تبدأ بأسائل التلالة والوهاد. عندما اختفى ديموزي، طبعا هذا مشهورة جدا لأغلبكم يعني الذين مطلعين على ديموزي، يختفي في تقاليد وادي الرافدين ببداية أو 21 أيلول مع بدء الخريف، على اعتبار أنه يرسل إلى العالم الأسفل. وهناك أسطورة سومرية في هذا المجال وأسطورة بابلية، هناك اختلافات طفيفة بيناتهم، ولكن في الاثنين ينزل الإله ديموزي أو تموز، ينزل إلى العالم الأسفل. فإنانا هي اللي كانت سبب في إرساله، لكنها لما تشوف الأمر حصل بهذا الشكل تصدم،
تنوح وتبكي عليه وتقول يعني هذا هو الآن اللي أتمنى لو يتصغر حتى أقدر أقرأه كما هو، لأنه لابد من قراءة النصوص دكتور. خليني أقرأ في عندي شاشة إضافية. طيب الآن نقول ما يلي. تقول إنانا، هذه أنا حبيت يعني أعطيكم مقاطع من المراتي حتى تصير انطباع تصور عن كيفية قولها. أسائل التلال والوهاد، أين زوجي؟ أقول لها لن يكون بمقدوري بعد الآن أن آتي له بالطعام، لن يكون بمقدوري بعد الآن أن أقدم له الشراب. ابن آوى ينام على فراشه، الغداف يقيم في حظيرته. تسألونني عن مزماره، لابد أن الريح تعزف به الآن له. تسألونني عن أغانيه أو أغنياته العذبة، لابد أن الريح تغنيها له. هذه حقيقة مقطع بسيط من قصيدة أو مرثية طويلة جدا تتردد على لسان إنانا. نعم، وهذه صورة للديموزي وهو قرب المعبد، معبد إنانا. نعم. نعم. النوع الثاني يسموه إرشيما، وإحنا قلنا كلمة إر معناها دمع. فالإرشيما معنى هاي الكلمة ككل هي الدمع أو البكاء بمصاحبة الطبل، وهو نمط ديني عرف في العصر البابلي القديم وشاع واستخدم كقطع شعرية وكمرثيات بمصاحبة الطبل. وبعضها أنا لاحظت هذا الحقيقة، وراح أشوفكم يعني بعض التفاصيل، وجهت في خصوصا في العصر البابلي الحديث إلى آلهة لها علاقة بالطب. يعني مثلا عندنا من هذه النصوص مرثية إرشيما للإله نرجال. الإله نرجال هو إله الأمراض، ويستحضر دائما في الدعاء له والخوف منه وتقديسه تجنبا للأمراض. مرثية إرشيما للإلهة غولا، إلهة غولا هي إلهة الطب البابلية معروفة جدا. الإلهة نينكركيلو أيضا لها إلهة لها علاقة بالطب، والإلهة نينسينا هي إلهة الطب أيضا في عند البابليين. فهذه الآلهة يعني، وهذه مسيرة تلاحظون هذه الصور اللي أمامكم، هو يتقدم هذا الشخص بالطبل، وأما يكون بهذا الشكل الكبير أو الصغير، ومعه موكب من كهنة القالة يجوبون مدن شوارع مدن بابل ويندبون ويحكون، وبالتالي يقدمون أو يحاولون استرضاء هذا الإله كما سنرى في السلايد القادم. نعم. الآن أقرأ لكم مرثية إرشيما، هذا صورة للإله نرجال أمامكم، هذا الإله الذي يمسك أداة يعني قاتلة، وهذا رمز الإله اللي يمسكه بيده اليمنى. تقول المرثية للإله نرجال: وأسفاه، يبدو أن هذا الإله طرح أو قتل أو غيب في العالم الأسفل. وأسفاه على الرجل القوي، وأسفاه المحارب السيد نرجال، وأسفاه على الرجل القوي. هذه تكرار المقاطع، صفة ملازمة للشعر البابلي والسومري. لقد وقع الرجل القوي في الفخ في الجبل، سيدي لقد حل الفزع بالمكان، لقد جرحت عينك اليمنى، أيها الرجل الشاب إن عينك اليسرى مليئة بالدمع، وأمه تنوح عليه نوحا التي اعتادت تزويده بالطعام أثناء جوعه، قد ناحت عليه نوحا التي اعتادت تزويده بالماء أثناء عطشه، قد ناحت عليه نوحا لا أستطيع التحمل جالسا وفي عيني الدموع، اجلس بجانبي لتشاركني بالدموع، اجلس بجانبي يا ذا القلب الحزين، اجلس بجانبي لتشاركني بالدموع، اجلس بجانبي يا ذا المزاج الكئيب، اجلس بجانبي لتشاركني بالدموع. هذا نص طبعا نحن الآن نقرأه مترجما للعربي، ولكن هو في لغته
نص يعني له إيقاعه الخاص، طبعا موزون هذا بالأوزان البابلية القديمة، وأيضا له نبرته الحزينة الخاصة لا نستطيع أن نجسدها في نصنا العربي كما هي في النص البابلي. السلايد الآخر. الآن المراث الطقسية، تلك كانت عن الآلهة فقط. المراث الطقسية هي المراث الخاصة بالمعابد التي يعني لها علاقة بالمعبد، وظهرت أيضا في العصر البابلي القديم، وكما قلنا أنه هي تظهر في مع بداية الشهر القمري، وينشدها كاهنة الجالا. والحقيقة هي عادة ترافق أما بناء معبد جديد على يعني معبد قديم، أو عند تهدم المعابد بعد عدوان أو غزو أو شيء من هذا القبيل. وأهم هذه النصوص هي رثاء بلاك الموجه لمعبد كلاما في حدود يعني حكم أبلسين، يعني 1830 تقريبا. وهناك مراثي بابلية ل 16 الحقيقة، يعني 16 نوع. نصعدنا لست مدن مرثية تخريب مزار لقش، وعدنا هذه مراثي مرثية بلاك الطبل، يعني كما قلنا مراثي المعابد، ومرثية الثور في حقله، مرثية الطوفان الذي يغمر الحصاد، كلها على البلك لأنها على البلك أيضا دخلت في هذا، مرثية بلك إلى الإلهة إنان. الآن نص نموذج لمراثي الطقس. هذه مرثية البلق. لاحظوا هذا الشكل، أنا قربت الحقيقة، وهذا حديث لكن قربت حتى أعطيكم التصور، اللي يعلق بالرقبة ويضرب من الجانبين بمضربين، يعني هو هذا يشبه البلق، طبعا ربما الحجم يختلف بالتأكيد، يشبه البلق القديم. هذا مرثية بلق لمعبد عشتار في بابل، إيتور كلاما. مراثي بلق كانت تؤدى بمرافقة هذا الطبل النقاري من قبل كهنة الجالو. آهن بيتي، البيت هنا معناه المعبد. آهن بيتي الذي يقف كالسيدي، آهن بيتي الجالس كالملكة، بيتي الذي كان روح الأمة في سومر، الذي كان مزدحما في حظيرة الماشية مثل زريبة الأغنام، بيتي بني لأجلي في الحلم، معبدي أبزو المتواضع الذي دمره العدو، البيت الذي أذله العدو، المدينة والبيت الذي عالجهما العدو بغباء، بيتي الذي بني جيدا والأرض التي بنيت جيدا، بيتي أصبح مدمرا والأرض أصبحت مدمرة. هذا أيضا نص من نصوص البلاك اللي موجودة في تراث وادي الرافدين. الآن عندنا مراثي المدن، ومراثي المدن يعني كما هو معروف جدا، كما قلت لكم امتياز رافدي، يعني من النادر ان نلقى في 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 آداب يعني الشعوب القديمه مراثي للمدن، وشرحنا بعض اسبابها. الاصل الادبي لمراثي المدن يعود الى زمن الملك اورو انكيمينا في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، وذكر هذا يعني ثبت من المعابد والمزارات الخاصة بمدينة لقش التي أحرقت أو سلبت، وبعبارة أخرى ندبت، يعني بما معناه. والحقيقة الملك لوغال زاجيزي ارتكب خطيئة كبرى في هذا المجال، ومعروف عند الباحثين، وهو أنه أراد أن يوحد سومر، يعني المدن السومرية يعمل منها دولة، فاضطر إلى حرب شعواء على المدن السومرية حتى يوحدها، ودمر الكثير من المعابد والمدن عفوا. وهذه نشأ منها يعني حالة من فيض المشاعر حول المدن المدمرة. الاستعارات البلاغية في مراثي المدن راح نشوفها بعد قليل في نص معين، يستخدمون استعارات الطبيعة مثل التحذير من إثارة العواصف المدمرة، ومن رؤية عواصف الغبار والحرارة وإلى آخره، المناخ الممطر. وأيضا هناك استعارات لحيوانات حقيقة، يعني نأخذ صفة الحيوان. من الحيوانات اللي تظهر في مراثي المدن الرافدينية هي النعجة،
اللي هي رمز للخضوع بوصفها من أخضع من المواشع عند الذبح تخضع. ومثل ما تتبين هذه يعني هذا الوصف يعني وصف المدينة بالنعجة في مدينة أور، وهي تشبه سكان أور بالنعاج المعدل للذبح. طبعا مأساة أور مأساة كبيرة جدا في تراث وادي الرافدين. أيضا يظهر أن الثور كصفة بلاغية، والذي يعني خواره هو الذي يشير إلى عاصفة الحرب والمطحنة التي حصلت في تلك المدينة. أيضا يظهر عندنا العصفور من خلال تشبيهات بلاغية للانطلاق، ويشبه به عادة في مرثية أور بالملك أبي سين الذي أسره العيلاميون وجلب إلى بلاد، مثل عصفور قد طار من عشه ولم يرجع، هكذا تقول المرثية. أيضا ترد صفة الغزالة، وهي مرثية مدينة أور، حالة توجع المدن المدمرة ورجالها كالغزالة التي أقصي أو قضي عليها بآلة صيد. الثعلب يظهر في مراثي المدن باعتباره رمز للدمار، وهو يجوب بين خرائب المدن. الأسماك تظهر أيضا كرموز في رمز الحياة التي تخرج من مائها وتوضع في الجدب أو تموت خارج الماء. هذه هي رموز مراثي المدن. لو نأخذ نصوص مراثي المدن لنشاهد بوضوح شديد أن هناك مرثية مدينة أور، تعتبر هذه أمامكم صورة مدينة أور ومعبدها الشهير، ومدينة أيضا هناك مرثية لمدينة نيبور أو نفر، وهناك مرثية لمدينة أوروك، هاي مدينة أوروك في الأسفل اللي تشوفون صورتها، ومرثية مدينة بابل تظهر ليست لوحدها إنما جزء من ملحمة إيرا اللي هو إله الطاعون، أيضا كيف تدمر المدينة في هذا المجال. الثلاثية السومرية الشهيرة جدا، هذه مراثي نيبور وسومر وأور، هي نموذج للدراما الدينية السومرية اللي تدرس يعني في الجامعات، حيث تظهر فيها ملاحظات المخرج الكاهن يعني، وهو يحرك الأشخاص ويقول له أنت تتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان، وأنت تجاوب الجوقة. والحقيقة أخذت هذه القضية فيما بعد على أنها منشأ للمسرح، وأنا أقول لا، أنها ما دامت داخل المعبد فهي ليست مسرح، هي نوع من الدراما الدينية. المعبد خارج المسرح، ولهذا المسرح والمنصة المسرح يكون خارج المعبد، ولذلك هي دراما دينية بالتأكيد، لكنها ليست مسرح بالمعنى المتعارف عليه عند الإغريق. إذن مرثية أور وهي أشهر مرثية على الإطلاق، والدراسات صارت عليها كثيرة ومثلت مسرحيا وأفلام وإلى آخره كثيرة جدا خصوصا في الغرب. يعني تنتظم هذه المسرح، لاحظوا هذه المرثية ضخمة جدا، 518 بيت تقريبا، مقسمة على 5 مقاطع يسموها كيروغو، وقد دونت على أكثر من 30 لوح، يعني طبعا مكسرة بعضها محطمة، نشر عدد غير قليل منها بين الأعوام 14 و44، ومعروف لدينا السبب الذي كتب من أجله النص، ألا وهو سقوط سلالة أور الثالثة 2004 قبل الميلاد، وكأنها رثت سومر كلها، لأنه سومر لم تعد موجودة كدولة في هذا المكان. وتفاصيل أخرى عما حل بمدن سومر بصورة عامة على أيدي الإعلاميين والأموريين، لأنه من الصعب تحديد تاريخ تدوينه بشكل دقيق، يعني تدوين المرثية ومؤكد، ولا يوجد أدنى شك بأن النص كان يخدم وظيفة طقسية أثناء إعادة بناء المدينة، لأنه بعد الغزو اللي حصل لعاصمة السومريين أعيد بناء المدينة وأعيد كتابة نصوصها بالسومرية والبابلية. ويرجح بعض الباحثين أنه قد دون في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. الآن راح أعطيكم إطلالة على هذا هو أمامكم. إحنا قلنا يتكون من 5 مقاطع، هذا المقطع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ما هي صفاته؟ لأن لابد ندرس نموذج على الأقل في هذه المحاضرة. المقطع الأول عدد الأبيات 111 بيت لهذا المقطع، ماذا تشمل؟
ندب المصير المؤلم الذي قدرته الآلهة الأربعة آن وإليل وإنكي وننخرساج لبلاد سومر وأكد وشعبيهما، فعطلوا النواميس الإلهية مي وحولوا خراب وحصل خراب المدن. ثم تنكر الآلهة، هذا أول مرة ندب النصير، يعني أول مرة الآلهة تغضب على المدينة. ثم إله المدينة نفسه اللي هو الإله نانا إله القمر يتنكر لهذه المدينة ويغضب عليها فيحدث الانهيار الكامل. ثم إدخال الغزاة، شعائر الغزاة يدخلون ويدخلون معهم اللي هم العلاميين أول مرة، طبعا الأموريين فيما بعد شاركوا، ووقوع ملك أبيسين آخر ملك أسيرا بأيديهم ونقله إلى بلاد علام، ولم يعد طبعا يعني قتل على ما يبدو. والرابع هو قيام الجوتيين بغزو يعني فوق، يعني حقيقة وهي إضافة تنبهنا عليها الملحمة، أن الجوتيين أيضا الجوتيين ساهموا بعد خرابها أو بعد خلال الغزو الإعلامي ساهموا بتدمير هذه المدينة، فيغزوها غزوا أشبه بالطوفان الذي أباد كل ما يعترض طريقه. ثم يأتي بعد ذلك أنهام، شيء عجيب، سومر اللي قدمت أعظم نموس الحضارة للبشرية بأكملها غزتها ثلاث شعوب قريبة من وادي الرافدين، وهي العلاميين والجوتيين والأموريين، والأموريين هم أبناء وادي الرافدين حقيقة، يعني هم أهل وادي الرافدين الذين سيشكلون فيما بعد سلالة بابل الأولى، لكن مع هذا نشوف أنهم ساهموا في تدمير هذه المدينة. المقطع الثاني هو 170 بيت يشرح تفاصيل الدمار الذي حل بمدينة بلاد سومر، ويعدد حوالي 40 مدينة سومرية، يعني ليس فقط مدينة أور، يعدد 40 مدينة سومرية من الشمال إلى الجنوب من كيش لأريدو، وكيف يتم قتل وأسر كهنة سومر على أيدي الأعداء. المقطع الثالث لهذه الملحمة، نعم هي ملحمة فعلا، ملحمة مرثاة ملحمية، هي 74 بيت. هنا يصير فقدان كل أشكال الوفرة، يعني الطعام والشراب وغيرها، فهو يندب معاناة شعبها ملكا وكهنة وشعبا، وما أصابهم من قحط ومجاعة، لأن هي يعني أكثر من أيام طولت الحقيقة، ومجاعة ورعب وخوف. ثم يأتي بكاء نانا اللي هو القمر أمام أبيه، هذه المرة استفاق إله المدينة على خراب مدينته، فذهب ليشتكي إلى أبيه اللي هو إليل طبعا لكي يعيد المدينة. ثم المقطع الرابع 125 بيت، جواب إليل القاسي لولده، يعني يبدو أنه هي حتى الآلهة غاضبة عليهم، ورفضه لاستغاثته وتوبيخه. ثانيا الرسالة المرثية، يعني هي أن عالم الإنسان، يعني في الأخير لاحظوا الحكمة العظيمة في داخل هذه المرثية، تقول أن عالم الإنسان قائم على الصيرورة والتبدل الدائم، والإنسان لا يكاد يطمئن على ثبات رغد حياته وديمومته حتى يحكم عليه قضاء القدر بفتنة ما، وكذلك الدول والأمم لا تقوم وتزدهر فتصل إلى أوج عزها حيث تأتي ساعة انحدارها، لأن مدينة أور لن ترتكب إثما. يعني احنا كل ما ندور على تفاصيل يعني ماذا فعلت أور حتى يصيبها هذا، لا نجد أي مبرر سوى غضب الآلهة عليها فقط، يعني كلمة عامة هذه. والحقيقة كما فسرتها الملحمة نفسها أو المرثية نفسها التي تقول بأن لا يمكن أن تستقر الأمور حتى، لأن عندما تصل إلى ذروتها تنزل فيما بعد، وهذا حكمة عظيمة وصحيحة قد نأخذها مثال على تحطم الحضارات ونهايتها. ثم المناشدة الآخر شيء القسم الخامس 39 بيت، المناشدة الموجهة إلى الإعصار المدمر والعوالم بمغادرة مدينة أور ومهاجمة أعداء سومر، وهي نديتهم أو تديتهم والجوتيين وإنشان، لاحظوا حتى هذه المدن كلها، هذه الدويلات مدن كلها خارج التحضر أصلا كانت، يعني الجوتيين وغيرهم وحتى إنشان، لكن
كلهم كانوا مهاجمين لها. ثم ينتهي بالتضرع، التضرع لشعب سومر إلى الإلهين آنو وإليل بأن لا يغير النواميس الإلهية تجاه البلاد. لاحظوا لاحظوا الحكمة، أنه ما يغير الناموس ولكن رأفة بالناس لك، حتى يعني الناس تعيش في أمان خارج غضب الآلهة. نعم، مقطع بسيط حتى فقط تاخذون تصور. اسودت السماء بظلمة حالكة وأصدت وأوصدت الجبال واختفى القمر وسط السماء وعاش الناس في رعب، الغرباء في المدينة يتصيدون الموت، قطعت الأشجار الكبيرة ودمرت الغابات، جثث القتلى تطفو على نهر الفرات، واللصوص يجوبون الطرقات، الزوج هجر زوجته ولم يعد يقول آه يا زوجتي، الأم هجرت ولدها ولم تعد تقول له آه يا ولدي. وفي تلك الأيام دنست ملوكية البلاد، الإله نانا عامل شعبه الكبير كالأغنام، ملكها جالس في قصره لوحده متسمرا، أبي سين يجلس مكتئبا خائفا في قصره، إنه يذرف الدموع بمرارة في قصره المضيء، الطوفان الجارف غمر كل شيء. يعني لاحظوا من الصور كيف أنها صور مرعبة هدت هذه المدينة وأزاحت كل سومر من التاريخ في ذلك الزمن، وبقي مجد سومر في نصوصها التي توارثتها الأجيال وترجمت عبر الزمن إلى لغات رافدينية أيضا إلى الأكادية، سواء كانت بابلية أو آشورية. هذه يعني مرثية أنا أعتبرها من المناحات الكبرى بسبب حجمها الهائل وبسبب الرعب اللي بيها. وهناك مناحة كبرى أيضا هي حقيقة ما اسمها المناحة الكبرى، يعني هو طقس كامل من البكاء، يعني مو يوم يومين، مجموعة أيام حوالي 5 أو 6 أيام. هذه نسميها إرجالو أورو، وتحصل في أكيتو الخريف. معروف جدا عند السومريين بشكل خاص كان هناك يعني زقمق الأول وزقمق الثاني، حتى كانوا يسموهم مجازي أكيتو الأول وأكيتو الثاني، أكيتو الربيع وأكيتو الخريف. هذا كان يرتبط باحتفالات الأكيتو الخريف قبل أن يلغى هذا العيد فيما دمج الحقيقة، صار عندنا الأكيتو جزئين، هو عبارة عن 6 أيام من هنا 6 أيام من هنا، ويصادف في 21 هذا 21 أيلول من العصر البابلي، وهو امتداد يختفي فيه إله مردوخ ليوم أو يومين في جبل خرشانو، وواحد أسماء العالم السفلي، ويندبه الناس ويبحث عنه نابو ابنه مع الناس الذين يتضاربون حتى تسيل دماؤهم. لاحظ يعني وهم يبحثون يتضاربون بيناتهم ويمثلون هذه التمثيلية اللي هي تتسيد، وبيناتهم يصير كلهم دماء، يعني شلون ما يحصل عندنا في 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 اشكال التشابيه المعاصره يعني. وتحصل الفوضى، وتقوم زوجه مردوخ سربانيتوم بارتداء الصوف الاسود على ظهرها وصدرها، يعني هي قطعه صوف اسود على ظهرها وصوف اسود على صدرها، وتمسح دموع مردوخ بيدها ويخلصه، ثم يخلصه نابو، وتعود الفرحه والاحتفالات، وتختم بتلاوه اسطوره الخليقه البابليه. لا الطقس كامل، ويبدو أن هذا العيد ادمج كما هو معروف بأكيتو الأول في 21 هذا، وأصبح يشغل الجزء الثاني التراجيدي، أو اللي هو الجزء الأول عفوا التراجيدي من أيام السنة الأولى مع بعض التعديلات. الآن مقطع من 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 يعني